بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر في درس جديد من دروس مادة الفيزياء بعنوان مجال الجاذبية. ومن أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال درس اليوم، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يفسر تأثير جاذبية جسم على جسم آخر موضوع في مجاله. ثانيا يستنتج العلاقة الرياضية لحساب شدة مجال الجاذبية مستخدما قانون نيوتن للجاذبية. ثالثا يميز بين خطوط مجال الجاذبية لجسم كروي وكتلة ذات سطح مستوي لا متناهي. أخيرا يستخدم العلاقة الرياضية الخاصة بحساب شدة مجال الجاذبية في حل الأسئلة. وكتهيئة لدرسنا اليوم عزيزي الطالب، أريد أن أعرض عليك هذه المعلومة ثم لتجيب معي على هذا السؤال. سلسلة جبال الهيمالايا تحوي العديد من القمم الأعلى في الأرض، وأعلاها قمة جبل إفرست التي تقع على ارتفاع 8848 مترا تقريبا من سطح الأرض. والسؤال هنا، إذا حسبت كتلتك ووزنك على سطح الأرض وحسبتهما عند تلك القمة، هل تختلف القيم؟ فسر إجابتك. يمكنك عزيزي الطالب التفكير في إجابة السؤال مرة ثانية بعد مشاهدتك لدرسنا اليوم. لا شك عزيزي الطالب أننا درسنا في الحصص الماضية أن الأجسام تؤثر على بعضها البعض بقوة جاذبية طبقا لقانون نيوتن للجاذبية. ولكن سؤالنا هنا، كيف تنتقل قوة الجاذبية من جسم لآخر؟ وللإجابة على هذا السؤال، نفترض وجود كتلة M كابيتال تؤثر بقوة جاذبية في كتلة M سمول كما هو واضح في الشكل المقابل. الكتلة M كابيتال تؤثر بقوة على الكتلة M small، ولكن نريد أن نعرف كيف تنتقل قوة الجاذبية من الكتلة M capital إلى الكتلة M small. تأثير الجاذبية يتم من خلال خطوتين أساسيتين. الخطوة الأولى أن ينشأ حول الكتلة M capital مجال جاذبية في الفضاء ينتقل بسرعة الضوء. ثانيا ينشئ مجال الجاذبية قوة جاذبية في الفضاء على الكتلة M small. لا شك عزيزي الطالب أننا درسنا أيضا أن شدة مجال الجاذبية أو التسارع على سطح الأرض 9.8 متر لكل ثانية تربيع، بينما للقمر 1.6 متر لكل ثانية تربيع، مما يجعل حركة رواد الفضاء على سطح القمر أسهل. لذلك نرى رواد الفضاء يقفزون صعودا ونزولا أثناء حركتهم على سطح القمر. فما رأيك عزيز الطالب في أن تشاهد معي مقطعا طريفا يوضح هذا المعنى؟ انظر إلى تعثر رائد الفضاء أثناء حركته على سطح القمر، وكيف يتحرك على سطح القمر وكأنه يقفز صعودا ونزولا أثناء حركته. ويبدو أن القوة اللازمة لتحريك الأثقال على سطح القمر تبدو كأنها أقل من القوة اللازمة لتحريكها على سطح الأرض. كما يبدو في هذا المشهد الطريف أن أقل تعثر لرائد الفضاء على سطح القمر يؤدي إلى سقوطه. والآن عزيزي الطالب لتجب معي على هذا السؤال، كيف أمكن حساب شدة مجال الجاذبية للأرض والقمر والكواكب الأخرى؟ وإجابة على سؤال الشريحة السابقة، لدينا كوكب أو جسم ما كتلته M كابيتال كما بالشكل، ونريد حساب شدة مجال الجاذبية للكوكب عند نقطة B تبعد مسافة R small عن مركز هذا الكوكب.
بفرض وجود شخص كتلته M small عند هذه النقطة كما يتضح على الشكل، ولاستنتاج قانون حساب شدة مجال هذا الكوكب. أولا، القوة اللازمة لحساب قوة جاذبية الكوكب المؤثرة على الشخص هي FG تساوي G M capital ضرب M small تقسيم R تربيع من قانون نيوتن للجاذبية، وهذه القوة هي نفسها قوة جذب الكوكب للجسم، والتي يعبر عنها وزن الجسم وتساوي FG يساوي M ضرب G. ونظرا لأن القوتين متساويتان، فإن MG يساوي G M capital ضرب M small تقسيم R تربيع، وبحذف المتشابه في الطرفين تؤول هذه المعادلة إلى G تساوي G ضرب M capital تقسيم R تربيع، وهذه هي العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب شدة مجال الجاذبية لأي جسم، ووحدة قياسها نيوتن لكل كيلوغرام أو متر لكل ثانية تربيع. ولتوضيح العوامل المؤثرة في شدة مجال الجاذبية لكوكب أو لجسم ما بدراسة العلاقة الرياضية G تساوي G ضرب M تقسيم R تربيع، نجد أن شدة مجال الجاذبية لكوكب أو جسم تعتمد على ما يلي: أولا، المسافة، حيث تتناسب شدة مجال الجاذبية لكوكب ما عند نقطة معينة عكسيا مع مربع المسافة بين مركز الكوكب والنقطة التي نقيس عندها شدة مجال الجاذبية، فنجد أن G تتناسب عكسيا مع R تربيع. ويمكن التعبير عن النسبة بين شدة مجال الجاذبية بدلالة المسافة R بالعلاقة G1 تقسيم G2 يساوي R2 تربيع تقسيم R1 تربيع، وهنا العلاقة البيانية التي توضح التناسب العكسي بين G وR. العامل الثاني، كتلة الكوكب أو الجسم، حيث تتناسب شدة مجال الجاذبية للكوكب أو للجسم طرديا مع كتلته M، حيث نجد أن G تتناسب طرديا مع M. ويمكن أيضا التعبير عن النسبة بين شدة مجال الجاذبية بدلالة الكتلة M بالعلاقة G1 تقسيم G2 يساوي M1 تقسيم M2، وأيضا هناك علاقة بيانية توضح التناسب الطردي بين G وM. عزيزي الطالب، هنا أريد أن أنوه إلى نقطة غاية في الأهمية عند حساب شدة مجال الجاذبية. عند حساب شدة مجال الجاذبية لكوكب ما وليكن الأرض، لاحظ معي ما يلي: يمكننا إيجاد شدة مجال الجاذبية لنقطة B على سطح الأرض، أو نحسب شدة مجال الجاذبية لنقطة B على ارتفاع H من سطح الأرض. هل هناك فارق؟ نعم. في الحالة الأولى نجد أن المسافة بين مركز الأرض والنقطة هو نصف قطر الأرض، وبالتالي نطبق في القانون G يساوي G ضرب M تقسيم R تربيع، وR هنا هي نصف قطر الأرض. أما في الحالة الثانية فنجد أن النقطة تبعد عن سطح الأرض مسافة ما، وبالتالي المسافة من مركز الأرض إلى النقطة هي R، وهي تساوي نصف قطر الأرض زائد ارتفاع النقطة عن سطح الأرض. وبالتالي نستطيع أن نطبق في القانون G يساوي G ضرب M تقسيم R small تربيع، حيث أن R small يساوي R capital زائد H. ويمكن صياغتها على الصورة: G تساوي G ضرب M تقسيم R capital زائد H الكل تربيع. والآن عزيزي الطالب، هل تتذكر معي سؤال التمهيد الذي أثرناه؟ هيا نتذكره معا. يقول السؤال: إذا حسبت كتلتك ووزنك على سطح الأرض وحسبتهما عند تلك القمة، هل تختلف القيم؟ فسر إجابتك. وهنا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بأن الكتلة لا تتغير، ولكن الوزن عند قمة جبل إيفرست أقل من الوزن عند سطح الأرض،
حيث تقل شدة مجال الجاذبية كلما زادت المسافة أو كلما ابتعدنا عن سطح الأرض طبقا للعلاقة G تساوي G ضرب M تقسيم R تربيع. والآن نريد أن نتحدث عن خطوط مجال الجاذبية، ما هي خصائصها وهل تختلف من جسم لآخر؟ خطوط مجال الجاذبية هي خطوط وهمية تمثل مجال الجاذبية وتشير إلى اتجاه قوة الجاذبية التي تؤثر على جسم معين في الفضاء، كما أنها تتقارب عند زيادة شدة المجال وتتباعد عند ضعف شدة المجال. والأهم من ذلك أنها تختلف أشكالها باختلاف شكل وخصائص الجسم، فنجد أنها في حالة الجسم الكروي مثل الأرض تختلف عن حالة كتلة ذات سطح مستوي لا متناهي. ففي الحالة الأولى نجد أنها تكون خطوط مستقيمة باتجاه نصف القطر وتتجه نحو المركز كما يتضح، كما أنها في الحالة الثانية تكون خطوط مستقيمة متوازية وتتجه نحو الكتلة. أسئلة وتدريبات. سؤال: ما مقدار شدة مجال الجاذبية على سطح الأرض؟ علما بأن كتلة الأرض 5.9 ضرب 10 أس 24 كيلوغرام ويبلغ نصف قطرها 6.3 ضرب 10 أس 6 متر. ولحل المسألة نحدد معطيات هذه المسألة أولا، حيث أن M هي كتلة الأرض و R هي نصف قطر الأرض، وبالتطبيق في قانون حساب شدة مجال الجاذبية G يساوي G ضرب M تقسيم R تربيع، وبالتعويض عن قيم كل من G ثابت الجاذب العام و M كتلة الأرض و R نصف قطر الأرض، نحصل على قيمة تسارع الجاذبية أو شدة مجال الجاذبية على سطح الأرض G تساوي 9.8 نيوتن لكل كيلوغرام. وهنا يأتي سؤالنا: هل عرفت الآن من أين جاء مقدار تسارع الجاذبية على سطح الأرض؟ سؤال رقم 4 صفحة 28 في الكتاب المدرسي. يقول السؤال: تبلغ كتلة القمر 7.35 ضرب 10 أس 22 كيلوغرام ونصف قطره 1.74 ضرب 10 أس 6 متر، ما مقدار تسارع الجاذبية على سطح القمر وكم يبلغ وزنك على سطح القمر؟ ولحل المسألة وكما تعودنا نحدد أولا معطيات المسألة، حيث أن M هي كتلة القمر و R هي نصف قطر القمر، وبالتطبيق في قانون حساب شدة مجال الجاذبية G يساوي G ضرب M تقسيم R تربيع، وبالتعويض عن قيم G ثابت الجاذب العام و M كتلة القمر و R نصف قطر القمر، نحصل على مقدار شدة الجاذبية على سطح القمر 1.62 نيوتن لكل كيلوغرام. ولحساب وزنك على سطح القمر نفترض أن كتلتك 80 كيلوغرام، وبالتعويض في قانون الوزن W يساوي MG M ضرب G للقمر، إذن 80 ضرب 1.62 إذن يصبح وزنك على سطح القمر 129.6 نيوتن. مثال رقم 10 صفحة 26 الكتاب المدرسي. احسب التسارع الناتج عن الجاذبية G على كوكب كتلته أكبر من الأرض بعشر مرات ويبلغ نصف قطره 20 مرة أكبر من نصف قطر الأرض. عند حل هذه المسألة أولا نحدد ثوابت المسألة. كتلة الأرض 5.98 ضرب 10 أس 24 كيلوغرام ونصف قطر الأرض 6.38 ضرب 10 أس 6 متر، ومن المسألة نحدد هذه المعطيات أن كتلة الكوكب 10 مرات قدر كتلة الأرض ونصف قطر الكوكب 20 مرة قدر نصف قطر الأرض. وبالتعويض في معادلة حساب شدة مجال الجاذبية G يساوي G ضرب M تقسيم R تربيع، إذن G يساوي G ضرب 10 M كابيتال تقسيم 20 R كابيتال تربيع، وبالتعويض عن قيم G ثابت الجاذب العام وكذلك كتلة الأرض وكذلك نصف قطر الأرض
نحصل على تسارع الجاذبية أو شدة مجال الجاذبية على سطح هذا الكوكب وتساوي 0.245 نيوتن لكل كيلوغرام. سؤالنا الأخير لهذا الدرس: جسم يقع على ارتفاع 200 كيلومتر من سطح الأرض، ما قيمة شدة المجال المؤثر على الجسم؟ أولاً، لحل هذه المسألة نحدد ثوابت المسألة، حيث أن M كتلة الأرض 5.98 ضرب 10 أس 24 كيلوغرام، ونصف قطر الأرض 6.38 ضرب 10 أس 6 متر. وبالتعويض في قانون حساب شدة مجال الجاذبية، G يساوي G ضرب M تقسيم R سمول تربيع، حيث أن R سمول نصف قطر الأرض زائد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض. إذن تقول المعادلة: لا جي تساوي جي ضرب ام كابيتال تقسيم ار زائد اتش الكل تربيع. وبالتعويض عن قيم ثابت الجذب العام وقيم كتلة الأرض ونصف قطر الأرض وارتفاع الجسم عن سطح الأرض، يصبح مقدار شدة الجاذبية أو شدة مجال الجاذبية على هذا الجسم 9.2 نيوتن لكل كيلوغرام. والآن أعزائي الطلاب، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.